تمام يا شباب. هنقول تاني، احنا علينا 3 شباتر. الشابتر الاول علينا شابتر رقم 2 اللي هو بيتكلم على الترانسميشن لاين سيري. الترانسميشن لاين سيري يا شباب ده اللي انا من خلاله بقدر ابعت الانفورميشن بتاعتي او الداتا بتاعتي، بقدر ابعتها من نقطه لنقطه او بقى اقدر ابعتها من الترانسميتر للريسيفر. ده عباره عن الوسيط بين الترانسميتر والريسيفر اللي انا من خلاله بقدر ابعت الانفورميشن او الداتا بتاعتي. في انواع كتيره من الترانسميشن لاين، اكيد الدكتور ذكر لكم بعض الانواع في المحاضره يعني. زي يا شباب الكابلات الفايبر دي تعتبر نوع من انواع الترانسميشن لاين. الكابل اللي هو بتاع الدش ده يعتبر نوع من انواع الترانسميشن لاين. الكواكسيال كيبل اللي هي زي كابلات الدش دي تعتبر نوع من انواع الترانسميشن لاين. فاي حاجه يا شباب او اي وسط عباره عن واير وليس وايرلس، احنا شغالين جزء اللي هو واير، ده عباره عن ترانسميشن لاين، يعني انا بقدر ابعت الداتا من خلاله. تمام. طيب الترانسميشن لاين ده او الكابل ده جينا هنا في عملنا له equivalent circuit عباره عن lumped element. احنا هنا بنشتغل lumped element. lumped element يا شباب دي يقصد بيها اللي هي السيركت موديل. السيركت موديل اللي هي الار والال والسي والترانزستور والمكثف والكلام ده، ده يقصد بيها lumped element. عشان بعد كده المحاضره الجايه الدكتور هيتكلم حاجه اسمها distributed element. distributed element دي اللي هي الترانسميشن لاين. الديستريبيوتد اليمنت يا شباب دي بنستخدمها لما بنعلى في الفريكوانسي، يعني لما بنعلى في الفريكوانسي الار والال والسي او اللامبد اليمنت دي مش بينفع تشتغل في الترددات العاليه في الهاي فريكوانسي. فعشان كده هيخشوا لحاجه ثانيه او يدخلوا في حاجه ثانيه اسمها الديستريبيوتد اليمنت. بس في السكشن بتاع النهارده احنا هنا هنتكلم على الجزء بتاع مين؟ الجزء بتاع اللامبد اليمنت يا شباب، اللي هو الجزء ده. ده اللي الدكتور اداه لكم في المحاضره اللي فاتت، اللي هو الجزء بتاع اللامبد اليمنت. طيب معناها ان احنا عايزين ايكويفالنت سيركت للترانسميشن لاين او للكابل ده. تمام. فالايكويفالنت سيركت يا شباب بتاع الترانسميشن لاين لازم تبقى عارفها كده ايه زي عينيك. ثواني نجيبها. اهو يا شباب دي الايكويفالنت سيركت بتاعت الترانسميشن لاين. معايا يا شباب؟ تمام. الكوفلنت سيركت يا شباب عباره عن ال عباره عن ار سيريس مع ال والجي اللي هي الكوندكتنس يا شباب اللي هي مقلوب مقلوب الار اللي هي وحدتها بالسيمنز، وبارل مع مين؟ بارل مع المكثف. تمام. وادي ده الترانسميشن لاين. ده الترانسميشن لاين الطول بتاعه مين يا شباب؟ الطول بتاعه دلتا زد. حتى هنا بنلاقي ان الفولت هنا في زد وتي، هنا الطول بقى ايه؟ اتضاف عليه طول كام يا شباب؟ زد. كان هنا ده كان دي البدايه زد والنهايه هنا زد زائد دلتا زد. فالطول بتاع الترانسميشن لاين كله يا شباب ايه؟ دلتا زد. تمام. طيب نلاحظ حاجه يا شباب، ان الار والال والجي والسي فانكشن في الدلتا زد او فانكشن في الفانكشن في المسافه اللي هي الطول بتاع الترانسميشن لاين. دي معناها ايه يا شباب؟ لو طلعنا فوق شويه هنا بيقول لك ان الار دي عباره عن الريزيستنس بير يونت لينث. اهي الوحده بتاعتها ايه يا شباب؟ اوم لكل متر. تمام. نفس القصه هنا بيقول لك ال اللي هي الاندكتنس بس بير يونت لينث، الوحده بتاعتها هنا برضو هنري لكل متر. طيب والجي اللي هي الكوندكتنس الوحده بتاعتها سيمنز لكل متر، والسي اللي هي الكاباستنس بير يونت لينث والوحده بتاعتها فراد لكل متر. ايه معناها يا شباب؟ ايه معنى ان المقاومه دي الار دي اوم لكل متر؟ ايه معناها يا شباب؟ حد عارف؟ اكيد الدكتور قالها في المحاضره. حد يعرف؟ يعني على حسب طول الكوندكتور بيزيد. تمام. معناها ايه يا شباب؟ معناها لو انا عندي ترانسميشن لاين، عندي ترانسميشن لاين تمام طوله مثلا 4 متر. ترانسميشن لاين ده طوله 4 متر، وقال لي ان المقاومه او الار بتاعت الترانسميشن لاين دي 20 اوم. الار بتاعت الترانسميشن لاين ده 20 اوم، معناها ايه يا شباب؟ معناها ان المقاومه معناها ان المقاومه بتاعته كام يا شباب؟ ها طوله بقى 5. لا المقاومه بتاعته 5 لكل متر. نقول تاني، لو عندي ترانسميشن لاين الطول بتاعه أربعة. الطول بتاعه 4 تمام؟
الطول بتاعه 4. وقايل لي ان ان الامبيدنس الريزيستنس بتاعته ب 20 20 لكل متر 20 اوم لكل متر 20 اوم لكل متر اللي هو 80 اوم بالظبط. دي معناها ان الار هنا الريزيستنس بكام بتاعه الترانسميشن لاين ككل ب 20 ب 80 اوم. نقول تاني يا شباب الطول بتاع الترانسميشن لاين 4 متر والار بتاعته احنا عارفين ان كل الوحدات بتاعه الترانسميشن لاين كل الوحدات بتاعه الترانسميشن لاين بير يونت لينس يا شباب اهي بير يونت لينس بير يونت لينس. يعني دي لو قلت لك ان الار بتساوي 4 كانها 4 لكل متر. فلما يكون طول 4 والار قلنا ب 20 فكده الار توتال بكام يا شباب؟ ب 80 اوم. تمام خلينا بس نعرف او نبقى فاهمين ان اي وحده او اي بارامتر في الترانسميشن لاين القيمه بتاعته بير يونت لينس. طيب المطلوب مننا في المسائل او المطلوب مننا في السكشن ده ان احنا نعرف نحسب الار ونحسب ال ونحسب الجي ونحسب السي نحسب البارامتر دول نحسب الكلام ده نحسب الكلام ده هنشوف نحسبه ازاي نحسب الاربع حاجات دول الار والال والجي والسي. ده الهدف بتاعنا في السكشن ده ان انا نحسب او نعمل ديزاين للترانسميشن لاين. نعمل ديزاين ترانسميشن لاين يعني نحسب البارامتر بتاعته اللي هم الار والال والجي والسي. تمام لحد هنا يا شباب؟ ننزل تحت شويه. الدكتور اثبت معاكم اللي هو البروباجيشن ان هو عمل هنا كيرشوف فولت جلو وكرنت فولت كرنت وكرنت والفولت ودخل هنا وعمل لوب وهنا عمل لوب وحسب ثبت الكلام ده صح اللي هو مظبوط هنا مظبوط هنا في المحاضره يعني. تمام هو الاثبات ده ما جابه مره واحده قبل كده يا شباب اللي هو الاثبات اللي هو بتاع الترانسميشن لاين اللي هو الكلام ده كله شغل كله شغل سيركت. تمام والدكتور بيثبته في المحاضره هو جابه قبل كده مره واحده في الامتحانات فبرضه ايه يعني ايه خلي بالكم منه. طيب هو عايز يوصل ليه يا شباب؟ عايز يوصل لحاجتين ان هو اثبت البروباجيشن كونستانت نجيب البتاع ده ثواني اثبت البروباجيشن كونستانت يا شباب اللي هي الجاما. تمام الجاما اللي هي بتساوي ايه يا شباب؟ اللي هي بتساوي الالفا. مين الالفا يا شباب؟ الالفا ايه يا شباب؟ هي الالفا ايه يا شباب؟ الاتنويشن. تمام يا خالد عارفينها طبعا الالفا انتوا كنتوا بتاخدوها في لما كنتوا بتاخدوا في الـ في الـ في الويف بروباجيشن في المود اللي هو بتاع اللوسي دايلكتريك مود كان بيظهر معاك ان في اتنويشن بيظهر معاك صح؟ تمام يا باشمهندس. تمام والبيتا شباب اللي هي مين؟ اللي هي الفيز كونستانت. تمام طيب تمام ليه قانون تاني ان هي فانكشن في الار وفي ال وفي الجي وفي السي اللي احنا عايزين مين يا شباب؟ اللي احنا عايزين نحسبه. فالبروباجيشن كونستانت اللي هي الجاما الجاما اللي هي بتساوي الفا زائد جي بيتا دي بتساوي ايه؟ الار زائد جي اوميجا ال في الجي زائد جي اوميجا سي. ده كده يا شباب اول قانون نبقى عارفينه زي عينينا القانون ده الدكتور اثبته في المحاضره. تمام اللي هو معادله رقم 2.5. في قانون تاني اللي هو بتاع مين؟ اللي هو بتاع الكاركترستيك امبيدنس اهو نجيبه اهو القانون ده القانون بتاع الزد نوت اللي هو الكاركترستيك امبيدنس اللي هو معادله يا شباب رقم 2.7 اللي هي المعادله دي برضو القانون ده يا شباب تبقوا عارفينه زي عينيكم اهو ان الـ الزد نوت بتساوي الار زائد جي اوميجا ال على الجاما دي اللي بتساوي الار زائد جي اوميجا ال على جي زائد جي اوميجا سي. تمام طيب ايه المطلوب مني في نعم تمام يا باشمهندس ايه اللي بتطلب مني في المساله يا شباب؟ بتطلب المساله بتيجي بشكلين المساله بتيجي بشكلين. الشكل الاول يا اما يديني الزد نوت ويديني البروباجيشن كونستانت الجاما ويقول لي احسب لي الار والال والجي والسي. تمام ده كده شكل من اشكال المسائل. الشكل الثاني ان هو بيعكس لي المساله
بيديني الار والال والجي والسي بيقول لي احسب لي الجاما واحسب لي الزد نود. ده كده باختصار يا شباب اللي عايزين نشتغله في السكشن بتاع النهارده. المساله بتيجي بشكلين، يا اما كده يا اما كده، يا اما اديك الجاما والزد نوت وتحسب له الار والجي والام، الار والال والجي والسي، يا اما بيديك الار والال والجي والسي وتحسب له الجاما وتحسب له الزد نوت. يا شباب واضح يا شباب كده؟ تمام. طيب بيقول لك حاجه تاني، بيقول لك ان لما يكون الترانسميشن لاين ده لوسلس او معنى ان هو بيرفكت، ايه اللي بيحصل يا شباب؟ مين اللي بيبقى بصفر؟ الالفا. نعم الفا. طيب الالفا دي، الالفا دي يا خالد ظهرت من فين اساسا؟ ايه او ايه المصدر بتاعها؟ المصدر بتاعها من الامبيدنس الار والجي اهو. تمام. فلما الترانسميشن لاين بيبقى لوسلس او بيرفكت فده بيساوي زيرو وده بيساوي زيرو. تمام. فالقانون بيبقى فانكشن بس في ال L وفي ال C. نفس القصة هنا، القانون بيبقى فانكشن في ال L وفي ال C. تمام. فانت بتعوض هنا بزيرو وهنا بزيرو، فبيبقى ايه الجي اوميجا راحت مع الجي اوميجا بيجي تجازر L على ال C. ده لما يكون ايه الترانسميشن لاين بتاعك بيكون بيرفكت. تمام. طيب نشوف المسائل بتاعتنا، ثواني بس نفتح الشيت. واضح قدامكم الشيت يا شباب؟ المسألة الأولى دي بس مسألة كده مراجعة على على السكشن أو الكورس بتاع السنة اللي فاتت، وبعد كده هنخش في المسائل بتاعت النهاردة يعني. ففي المسألة دي بيقول لك إيه يا شباب؟ بيقول لك إن عندك كوأكسيال لاين الزد نوت بتاعته أو الإمبيدنس بتاعته ب 75 أوم، تمام؟ ومديك الكرنت بتاعه، إحنا عارفين المعادلة بتاعت الكرنت اللي هي 1.8 كوزاين 3.77 أس 9 تي ناقص 18.13 زد. تمام؟ أهو يعني مديك كوأكسيال لاين، مديك الإمبيدنس بتاعته، ومديك التيار بتاعه، وعايز يحسب الفريكونسي والفيز فيلوستي. فاكرين الفيز فيلوستي يا شباب؟ فاكرينها صح؟ اللي هي الفي بي، فاكرينها اللي هي بتساوي أوميجا على البيتا. والويف لينث اللي هو يا إما سي على إف سواء كان في الفري سبيس او 2 باي على لامدا لو انا شغال اي وسط تاني اللي هو مثلا دايلكتريك او لوسي او بيرفكت او كوندكتور. وعايز يحسب الريلاتيف بيرميتيفيتي اللي هي مين يا شباب؟ اللي هي الابسلون ار. وعايز يحسب الكرنت بس عايز يحسبه في الفيزر فورم. الفورم اللي هو مديهولي ده فانكشن في التايم او تايم فارينج فورم، ان هو بيتغير في التايم. هو هنا عايز يحسبه في الفيزر فورم. تمام. وعايز يحسب التايم دومين فولتج، عايز يحسب الفولت. تمام. نشوف نحل المساله دي ازاي. معلش بس هو عشان انا بره البيت ومسافر فالتصوير يعني سيء شويه، معلش. تمام يا شباب؟ ولا يهمك يا باشمهندس. تمام. فانا هبعت لكم بعد كده صوره اوضح من كده يعني. تمام يا باشمهندس. فهو عايز يحسب، عايز يحسب الفريكوانسي يا شباب، عايز يحسب الفريكوانسي. احسبه ازاي يا شباب؟ مرتين من الأوميجا هنطلع الإف. فين الأوميجا طب يا خالد؟ الرقم اللي جنب التي. تمام أهي، أصل المعادلة الأمبليتيود كوزاين أوميجا تي ناقص بيتا زد، صح؟ دي المعادلة اللي أنتوا كنتوا متعودين عليها في السنة اللي فاتت. دي الأوميجا اللي هي قيمتها كام؟ 3.77 × 10⁻⁹ تي. دي الأوميجا. أنا عارف إن الأوميجا يا شباب بتساوي إيه؟ الأوميجا بتساوي 2 باي إف، صح؟ اهي الاوميجا بتساوي 2 باي اف، فبالتالي الاف هتساوي ايه؟ هتساوي الاوميجا على 2 باي. الاوميجا عندي اللي هو القيمه اللي هي جنب التي على ال 2 باي هيديني الرقم ده اللي هو 0.6 جيجا هرتز. تمام يا شباب؟ تمام. طيب بعد كده عايز يحسب الفيز فيلوستي، عايز يحسب الفيز فيلوستي اللي هي الفي بي، فاكرينها؟ اللي هي كانت بتساوي ايه؟ اللي هي كانت بتساوي الاوميجا على بيتا. طب فين البيتا؟ اهي البيتا الجزء اللي جنب الزد. فاكرين المعادله كانت الامبليتيود
كوزاين اوميجا تي ناقص بيتا زد. ده لو احنا بنفترض ان اتجاه البروباجيشن في اتجاه الزد زي ما هو مديهوله هنا في المساله، تمام. فبالتالي ادي البيتا اللي هي 18.13 والاوميجا عندي، فبالتالي الفي بي بتساوي الاوميجا على الاوميجا على البيتا، تمام. اوميجا على البيتا عندي الاوميجا وعندي البيتا، تمام. بعد كده عايز يحسب مين يا شباب؟ عايز يحسب الويف لينث اللي هو اللامدا، تمام. الويف لينث هنا هحسبه ازاي؟ تقريبا كان 2 باي على بيتا ولا حاجه زي كده. اللامدا بتساوي 2 باي على بيتا، مظبوط يا خالد. فالبيتا انا عارفها صح، اللي هي اهي ادي البيتا اللي هي 18.13 دي البيتا، فبالتالي بيئه اللامدا 2 باي على بيتا هتديني الرقم اللي انا اصلا مش شايفه برضو زيكم، فمعلش فانا هحاول كده لما ارجع من السفر بس هصور لكم. انا شايف 0.386 تمام، مش مشكله يعني احسبوها بالاله. انا لما ارجع ان شاء الله هبعت لكم صوره اوضح يعني اصور لكم بكاميرا كويسه يعني. تمام، ده كده المطلوب بتاع مين يا شباب؟ المطلوب بتاع الويف لينث. طيب هنا عايز يحسب هو يا شباب بعد كده عايز يحسب الريلاتيف بيرميتيفيتي، تمام، اللي هي مين؟ اللي هي الابسلون ار. طيب الابسلون ار ده اقدر احسبها من فين يا شباب؟ طيب مش انا عندي الفيز فيلوسيتي صح؟ الفيز فيلوسيتي اللي هي بتساوي ايه يا شباب؟ الفي بي بتساوي الاوميجا على البيتا. طب فاكرين القانون بتاع البيتا؟ ان البيتا بتساوي اوميجا كازر ميو في الابسلون، فالاوميجا هتروح مع الاوميجا صح؟ تمام. واحنا عارفين ان الميو بتساوي ميو نوت في ميو ار صح؟ تمام. والابسلون بتساوي الابسلون نوت في الابسلون ار. فبيجي هنا في واحد على جذر ميو نوت في ابسلون نوت في جذر ميو ار في ابسلون ار. هنا هنفترض ان الابسلون ار طالما ما ذكرها ليش الميو ار قصدي بواحد، تمام. طيب واحد على جذر ميو نوت في ابسلون نوت بيدينا ايه يا شباب؟ السي بالظبط اللي هو سرعه الضوء. فبالتالي بقت الفي بي بتساوي السي على جذر ابسلون ار صح؟ الفي بي بقت بتساوي السي على جذر ابسلون ار. طيب لو انا حبيت احسب الابسلون ار فالابسلون ار هتساوي السي على في بي الكل تربيع صح؟ انا عندي السي عارفها قيمتها السي 3 في 10 اس 8 والفي بي انا لسه كنت حاسبها صح؟ الفي بي لسه كنت حاسبها اللي هي ب 2 في 10 اس 8 متر كل ثانيه. فكده انا قدرت احسب مين يا شباب؟ قدرت احسب الابسلون ار من خلال الفي بي، عشان انا عارف ان الفي بي بتساوي اوميجا على البيتا، والبيتا انا عارف قيمتها اللي هي اوميجا جذر ميو في الابسلون. فبالتالي هي بقت فانكشن في الابسلون ار. طالما عرفت ان طالما كده خليت المعادله ان هي فانكشن في الابسلون ار، قدرت احسب مين؟ قدرت احسب الابسلون ار من خلال الفي بي. تمام يا شباب؟ تمام. طب باشمهندس احنا ما نقدرش برضو نجيبها من الايتا؟ من فين؟ من الايتا تقدر تجيبها من الايتا، بس انت هنا هتعرف هتحسب الايتا ازاي؟ ما هو هنا مديني انها 75 اوم ولا ايه؟ مش هو في السؤال كان مديني ان هو المقاومه 75 اوم؟ الايتا تقدر تحسبها منها خالد بالظبط، ان الايتا بتساوي ايه؟ جذر ميو على الابسلون صح؟ ميو على الابسلون تمام. وانت عندك الجذر الميو على الابسلون ميو نوت، جذر ميو نوت على ابسلون نوت اللي هو بيديك مين يا خالد؟ بيديك الايتا نوت اللي هي 377 صح؟ تمام. فبالتالي بقت 75 بتساوي 377 على مين؟ على جذر ابسلون ار. فبالتالي تقدر تحسب منها مين؟ تقدر تحسب الابسلون ار من خلال الكاركترستيك امبيدنس. تمام؟ تمام. بعد كده عايز يحسب ايه؟ عايز يحسب الكرنت او التيار، عايز يحسبه في الفيزر فورم صح؟ تمام؟ فالفيزر فورم اللي هو الاي هيساوي، معلش سامعني كده؟ سمعنا يا شباب كده؟ الو؟ تمام يا شمس معايا يا شباب؟ بقى الناس معايا؟
هي الصوت ايوه واضح باشمهندس معاك تمام. معاك ايوه تمام. عايز يحسب بعد كده يا شباب اهو، عايز يحسب التيار بس في الفيزر فورم. احنا الفورم اللي احنا مدهولنا في المسألة ده التايم فارينج فورم، ان هو بيتغير في التايم، هو فانكشن في التايم تمام، لكن هو عايز يحسبه في الفيز تمام. فالفيزر فورم هيساوي ايه يا شباب؟ هيساوي الامبليتيود بتاعنا اهو، ده الامبليتيود اللي هو 1.8 بس ملي امبير تمام. بقيت 1.8 في 10 اس سالب 3 في الزاويه. فين الزاويه بتاعتنا او فين الجزء بتاع الفيز بتاعنا يا شباب؟ اللي هو ده اللي هو البيتا اه، دي البيتا. فبالتالي من غير الزد؟ نعم من غير الزد؟ لا لا، فانكشن فانكشن الزد ده خالد، ده الدايركشن بتاع بتاع التيار، ده الدايركشن، ده الدايركشن بتاع البروباجيشن. لما كنا بنقول بيبقى زائد هنا كان بيقول لك ان التيار ده اللي هو الباكورد كارنت، ده الفورورد كارنت هنا يا خالد تمام. كأن المعادلة دي الامبليتيود بس فانكشن هنا في البيتا، البيتا هي اللي بتتغير او الفيز هو اللي بيتغير تمام. هو انا البيتا هنا مديها لي ثابته في المسألة بتاعتي اللي هي 18.13 تمام. طيب بعد كده عايز يحسب ايه؟ عايز يحسب عايز يحسب مين؟ عايز يحسب الفولت في التايم فارينج فورم. عارف احسبها يا شباب؟ اقدر احسب الفي؟ تمام. احسبها ازاي؟ في كولر اون تمام. عندك عندك الزد بكام؟ ب 75، وادي عندك الاي اهي، يعني هتضرب المعادله دي اللي هي بتاعت الاي هتضربها في 75 هتديك مين؟ هتديك الفي يا شباب. ده كده عشان احسب ايه؟ عشان احسب الفولت في التايم فارينج فورم، ان انا بضرب ال 1.8 بضرب ال 75 بضربها في المعادله بتاعت مين؟ بضربها في المعادله بتاعت التيار. وما انساش ان ال 1.8 دي بالملي، بالملي يا شباب، دي بالملي اهي تمام يا شباب. المساله دي تمام، المساله دي بس كده مراجعه على الكلام بتاع الكورس اللي فات. فهنخش بس كده على المسائل بتاعتنا او بتاعه السكشن بتاع النهارده. هناخد لحد مسألة رقم 4، مسألة 2 ومسألة 3 ومسألة 4. هنحل مسألة رقم 2 ومسألة رقم 4 ومسألة رقم 3 هتحلوها في البيت يا شباب، لأن مسألة رقم 3 تعتبر زي مسألة رقم 2 تمام؟ طيب نشوف بقى. بيقول لي عندي ترانسميشن لاين والبرامتر بتاعته كلها بير يونت لينس زي ما احنا عارفين. اديني ال L ب 2 من 10 مايكرو هنري لكل متر، ومديني السي ب 300 بيكو فراد لكل متر، ومديني الار قيمتها ب 5 اوم لكل متر، ومديني الجي قيمتها 1 من 100 سيمنز لكل متر. فاضل 10 دقائق يا شباب والزوم هيفصل تمام، بعد كده نرجع تاني على طول يعني. فعايز يحسب ايه يا شباب؟ اول حاجه عايز يحسب البروباجيشن كونستانت والكاركترستيك امبيدنس عند الفريكوانسي بيساوي كام؟ 500 ميجا هرتز. ده المطلوب الاول. المطلوب الثاني بيقول لك ريكالكوليت، يعني عايزك تحسب له برضه البروباجيشن كونستانت والكاركترستيك امبيدنس بس لما في غياب اللوس، او ان الار وبتساوي الجي بتساوي الزيرو، ده اللي هو ايه؟ اللوسلس ترانسميشن لاين. يعني هتحسب القيم بتاعه الجاما والزد نوت هتحسبها مرتين تمام. ده كده الشكل الاول من المسائل بتاعتنا يا شباب، ان هو بيديك البارامتر الار والال والجي والسي، وتحسب له مين؟ تحسب له البروباجيشن كونستانت وتحسب له الزد نوت. نعرف نحسب يا شباب؟ شباب معايا؟ شباب معايا؟ ايوه تمام. فاول مطلوب عايز يحسب البروباجيشن كونستانت اللي هي مين يا شباب؟ اللي هي الجاما. احنا عارفين ان الجاما بتساوي جذر الار زائد جي اوميجا ال في الجي زائد جي اوميجا سي. طيب انا عندي الار عندي قيمتها بخمسة زائد جي الاوميجا، انا ما عنديش الاوميجا، انا عندي الاف، فبالتالي بقيت جي 2 باي اف. الاف بكام؟ ب 500 في 10 اس 6. في ال ال قيمتها بكام؟ ال قيمتها 0.2 في 10 اس سالب 6.
مضروبه في مين؟ مضروبه في الجي اللي هي قيمتها 0.01 زائد جي اوميجا سي، بقت جي 2 باي في 500 في 10 اس 6 في السي اللي هي قيمتها بكام؟ السي اللي هي قيمتها 300 في 10 اس سالب 12. طيب بعد ما حسبت الكلام ده فبقت معايا جي، بقت معايا 5 زائد جي 628 مضروبه في 0.01 زائد جي 0.94. هقدر احسب الكلام ده بالآلة يا شباب؟ هقدر احسبه بالآلة؟ المعادلة دي؟ عندي الآلة ما بتطلعليش جذر الجي، بس يعني ما ينفعش الآلة تحسب لي الكلام ده تحت، الآلة ما ينفعش تحسب لي الجي تحت الجذر، فبعمل ايه يا شباب؟ هعمل ايه؟ هحول الجزء ده اللي هو الخمسة زائد جي 628 احوله لماجنتيود وفيز، ماجنتيود وفيز. فيز ده عباره عن جزء ريال وجزء ماجنت، هحوله لماجنتيود وفيز على الاله. والجزء ده نفس القصه هحوله ماجنتيود وفيز اهو. لما حولته بقى معايا 628 والزاويه 89.54، ولما جيت حولت الجزء ده ب 0.94 والزاويه 189.39. هعمل ايه بعد كده يا شباب عشان افك الجذر؟ هعمل ايه يا شباب؟ دول مضروبين في بعض، هضرب الماجنتيود في الماجنتيود. نركز مع بعض، هضرب الماجنتيود في الماجنتيود اللي هو الماجنتيود هنا كام؟ يعني هضرب ال 628 هضربها في 0.94. وهعمل ايه في الفيز يا شباب؟ اتنين فيز مضروبين في بعض، هعمل ايه فيهم؟ الجمع. تمام، فكده هضرب الماجنتيود في الماجنتيود والاتنين فيز دول هيجمعهم على بعض، الكلام ده كله برضو لسه ايه؟ تحت الجذر. عشان اطلع عشان اشيل الجذر هعمل ايه؟ هاخد جذر الماجنتيود، هاخد جذر الماجنتيود طلع معايا بكام؟ ب 24.29. والفيز هعمل فيه ايه يا شباب؟ الاثنين فيز دول جمعتهم على بعض هعمل فيهم ايه؟ ها عشان اشيل الجذر بتاعهم هقسمهم على اثنين يا شباب، هقسمهم على اثنين. لو انا عندي ماجنتيود وفيز، لو انا عندي ماجنتيود وفيز تحت الجذر فباخد الجذر بتاع الماجنتيود والفيز بقسمها على الاثنين، الفيز اللي انا بقسمها على الاثنين. تمام ده كده يا شباب مين؟ ده كده الجزء بتاع مين يا شباب؟ الجزء بتاع الجاما اللي هي طلعت معايا ماجنتيود وفيز. لو انا حبيت احولها الريال والماجنري عشان اعرف فين الالفا واعرف فين البيتا، لو انا حبيت احولها الريال والماجنري عشان اعرف مين، اعرف الالفا واعرف البيتا. الالفا اللي هي الجزء الريال والبيتا اللي هي ايه؟ الجزء الماجنري. تمام ده كده الجزء يا شباب الاول بتاع مين؟ بتاع الجاما. طيب عايزين نحسب الكاركترستيك امبيدنس، نفس القصه كاركترستيك امبيدنس زد نوت بتساوي جذر ار زائد جي اوميجا ال على جي زائد جي اوميجا سي. انا كده كده كنت محول الجزء الار زائد جي اوميجا ال اللي هو الريل والماجنتيود كنت محوله لماجنتيود وفيز، والجي زائد جي اوميجا سي برضو كنت محوله لماجنتيود وفيز، بس هنا بدل ما كانوا مضروبين هنا مقسومين على بعض. طيب هنا هقسم الماجنتيود على الماجنتيود والزوايا هعمل فيهم ايه يا شباب؟ لو انا عندي زاويتين مقسومين على بعض هعمل فيهم ايه؟ هطرحهم من بعض، هطرحهم من بعض. وعشان اشيل الجذر هاخد جذر الماجنتيود والفيز هعمل فيها ايه؟ الفيز هقسمها على الاثنين. واضحه يا شباب؟ كل القصه بس ان انت تحول من ريال وامجنري تحول لماجنتيود فيز، عشان الكلام ده ما ينفعش تحت الجذر ان هو يبقى ايه؟ يبقى امجنري. تمام ده كده ايه المطلوب الاول. المطلوب الثاني بيقول لك ايه؟ رقم بي بيقول لك برضو احسب لي الجاما واحسب لي الزد نوت بس لما يكون الترانسميشن لاين بتاعك ده ايه؟ لوسلس، يعني بمعنى ان الار بتساوي الجي بتساوي الزيرو. خلاص طالما الار والجي بتساوي زيرو فانا هعوض هنا هعوض هنا بالار بزيرو والجي بتساوي ايه؟ زيرو. تمام فكان ايه؟ كان الالفا هنا يا شباب الاتنويشن بتساوي زيرو، فبالتالي الجاما بقت ايه؟ بقت فانكشن بس في مين؟ فانكشن في البيتا. وانا عارف البيتا، عارف القانون بتاع البيتا يا شباب صح؟ ان البيتا بتساوي اوميجا جذر ال في السي صح؟ طب انا عندي الاوميجا، الاوميجا ب 2 باي اف صح؟ وعندي ال وعندي السي صح؟ بس كده المساله خلصت. ما عليك ان انت ممكن واحد تاني يستخدم القانون ده اهو، يستخدم القانون ده ان هو هيعوض هنا بالار بزيرو وهيعوض هنا الجي بزيرو، هيعوض بعد كده بالاوميجا وهيعوض هنا بالاوميجا، هيقدر يعوض بالال ويعوض بالسي. تمام
طيب لما في الكاركترستيك امبيدنس لما الار والجي بيساوي زيرو، لو عوضت هنا الار بزيرو وعوضت هنا الجي بزيرو فبقت جذر جي اوميجا ال على الجي اوميجا سي، الجي اوميجا راحت مع الجي اوميجا فبقت الزد نوت. ايه يا شباب؟ بقت الزد نوت جذر ال على السي، وانا عندي ال وعندي السي. ده كده يا شباب الشكل الاول من المسائل بتاعت الجزء ده، ان هو بيديك الار والال والجي والسي، وتحسب له مين يا شباب؟ تحسب له البروبوجيشن كونستانت، وتحسب له ال تحسب له الزد نوت. تمام. المساله رقم 3 زي المساله رقم 2، بس في جزئيه يا شباب عايزكم تفكروا فيها. في المطلوب الاول ما فيهوش مشكله، برضو عايزك تحسب له البروبوجيشن كونستانت والكاركترستيك امبيدنس، بس لما ايه؟ لما الفريكوانسي بتساوي 800 ميجا هرتز. هنا بيقول لك احسب لي الاتنويشن بالديسيبل لما يكون طول ترانسميشن لاين 30 سنتي. عايزكم تفكروا في الجزئيه دي، واللي هيحلها صح ان شاء الله هياخد بونص، يعني ان هو عايز يحسب الاتنويشن لما طول الترانسميشن لاين يساوي ايه؟ يساوي 30 سنتي. والمطلوب رقم سي برضو هنا عايزك تحسب له البروبوجيشن كونستانت والكاركترستيك امبيدنس، بس لما الار بتساوي الجي بتساوي الزيرو. تمام يا شباب؟ نيجي المسألة رقم 4. مسألة رقم 4 دي عكس المسألة رقم 2. فبيقول لك هنا، بيقول لك الترانسميشن لاين بس لوسي ترانسميشن لاين، مديك هنا ايه؟ مديك البروبوجيشن كونستانت، مديك الجاما اللي هي 1 زائد جي 2، ومديك الكاركترستيك امبيدنس اللي هي 20 زائد جي 0، ومديك الاوميجا ب 1 ميجا ريد لكل سكند. عايزك تحسب له ال ال والسي والار والجي، يعني عكس المسألة رقم ايه؟ عكس المسألة اللي فاتت يا شباب. تمام؟ يعني هنا المسألة اتقلبت. فالدكتور يا اما بيجيب لك دي يا اما بيجيب لك دي. لو جابها لك بالشكل ده في الميدترم بيعكسها لك في الفاينل، بيجيب لك الشكل الثاني. فالمسائل هنا يا شباب سهلة وبسيطة، بس ما عليك ان انت تبقى عارف القوانين كويس. تمام؟ وتبقى عارف القوانين بتاعت السنة اللي فاتت كويس. ساعات الدكتور بيدخل حاجات كده من السنة اللي فاتت، اللي هي البي، اللي هي الفيز فلوستي، الفي بي، اللي هو الانترستيك امبيدنس، اللي هي الايتا، الكلام ده تبقى ايه؟ يبقى في دماغك برضه. تمام؟ طيب عشان نحل المسألة دي يا شباب، وأنا عندي الزد نوت وعندي الجاما، وأنا عارف الزد نوت وعارف الجاما. الزد نوت أساسا بتساوي إيه؟ بتساوي الجذر الأر زائد جي أوميجا ال على الجي زائد جي أوميجا سي، صح؟ اللي هي بتساوي كام في المسألة؟ قايل لي إن هي بتساوي 20، صح؟ والجزء المجني بتاعها بزيرو. طيب ممكن اربع الطرفين يا شباب عشان اشيل الجذر. فلما اربع الطرفين بقت الار زائد جي اوميجا ال على الجي زائد جي اوميجا سي، ولما اربع ال 20 بتبقى بكام؟ بتبقى ب 400، صح؟ فبقت هنا، فبقت الار زائد جي اوميجا ال